أخيرا إلى الملف العراقي والتوجهات الأمريكية لإغلاق سفارتها في بغداد في ظل استمرار الهجمات الصاروخية. صحيفة أمريكية أكدت اعتزام واشنطن إغلاق سفارتها في بغداد إذا لم تتوقف الهجمات عليها، فيما أكدت السلطات العراقية ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية من أي اعتداءات. معي لمناقشة هذا الموضوع الكاتب والإعلامي العراقي نوري حمدان. أستاذ نوري، صحيفة واشنطن بوست نقلت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أن واشنطن تخطط لإغلاق سفارتها إذا لم تتوقف الهجمات. إلى أي مدى تعتقد أن واشنطن جدية فعلا في إغلاق سفارتها الهامة جدا في بغداد؟ نعم، هو حقيقة يعني الغلق يبدو أنه يعني وكأنه الكي، لأنه العلاج يبدو من خلال الحوار لن يصل إلى نتيجة، ولا الحكومة العراقية قادرة على إيقاف الهجمات على البعثات الدبلوماسية خصوصا السفارة الأمريكية، وهذا يعني يخلى الأمريكان يعني تحديدا وزير الخارجية بهذا الخطاب هو نوع من الضغط وليس حقيقة. يعني من الصعب جدا التفكير بإغلاق السفارة، لأنه الاستهداف لم يكن فقط على السفارة، الاستهداف أيضا جاي يستهدف حتى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الأمريكي التحالف الدولي بالعراق. لماذا تفترض بأن إغلاق السفارة الأمريكية في العراق صعب؟ هل هو فقط للدور الأمريكي الموجود في العراق ولوجود قوات عسكرية أمريكية على الأرض؟ نعم فعلا، هو لم يقتصر الدور الأمريكي على السفارة الأمريكية، هنالك قوات عسكرية أمريكية وقواعد أمريكية، ولكن الموظفين المدنيين الدبلوماسيين اللي موجودين في السفارة العراقية حتى في بغداد في السفارة الأمريكية في بغداد للحفاظ على أرواحهم ممكن نقلهم إلى أربيل وغلق السفارة في بغداد، ولكن هذا يبعث رسائل غير مطمئنة للعراقيين بشكل عام، لأنه هناك خطوات قد تكون تصعيدية من الجانب الأمريكي، طبعا تصعيدية مو خلاف مع الحكومة. تصعيد مثل ماذا؟ تصعيد في أي اتجاه؟ التصعيدية بحيث يعني ممكن أنه الأمريكان يقومون بعمليات عسكرية لضرب هذه الفصائل، لأنه واضح أما أصبحت واضحة هذه الفصائل، خصوصا إشارة وزير الخارجية الأمريكي بأنه على القوى السياسية أو الحكومة تحدد وتمنع هذه الضربات، وإذا ظلوا ساكتين كقوى سياسية يكونون مساهمين أو مشاركين. لكن القوى السياسية لم تصمت، البرلمان أعلن ضرورة أن تبسط الدولة سيطرتها، هذا البيان الذي أرسل باسم البرلمان العراقي باسم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أكد على ضرورة الحفاظ على أمن البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات المتكررة. الرئاسات الثلاث كلها أكدت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية، ألا يكفي ذلك؟ طبعا لا يكفي ذلك، لأنه هذه البيانات هي تصدر في كل اجتماعات القوى السياسية، في كل اجتماعات السلطات التشريعية أو التنفيذية وحتى رئاسة الجمهورية. أصبح هذا البيان يعني عندنا كصحفيين بالعراق أصبح إنشاء، هو كليشة ثابتة تعلن بعد أي اجتماع من هذا النوع، وهذا ما يكفي بالنسبة للأمريكان، ما يكفي حتى بالنسبة للعراقيين اللي يردون استقرار أمني للبلاد، ومن ثم يفترض أنه يكون أكو تعاون وازدهار وبناء للبلد. العراقيين دا يتحدثون عن أنه لقد طفح الكيل، ملت الناس، يعني الناس يتحدثون عن الملل باستمرار مثل هكذا يعني اعتداءات. طيب سؤال، لماذا تستمر مثل هذه الاعتداءات وتبدو الدولة عاجزة عن لجم هذه الميليشيات؟ حتى اليوم سقطت أيضا قذائف على منازل مدنية في محيط مطار بغداد. اليوم يعني كلمة لماذا قد في الفترة الماضية ممكن لها أبعادها وتحليلاتها، ولكن اليوم أصبحت واضحة جدا، هو الصراع في على أرض العراق صراع إيراني أمريكي، ليس للعراقيين مصلحة فيه حقيقة يعني، وحتى هذه الفصائل لديها اليوم ممثلين سياسيين في مجلس النواب، وذولا يفترض أنه خاضعين لقرارات مجلس النواب، خاضعين للاتفاقيات
الدولية، خاضعين لقرار الدولة العراقية. وبالتالي اليوم هي المشكلة، شوف اليوم هذه القوى والفصائل المسلحة اللي جاية تقصف البعثات الدبلوماسية تحديدا الأمريكية مثل ما هم يقولون، يعني اليوم غطائهم الشرعي بالنسبة وفق القرار العراقي لا يوجد لديهم غطاء شرعي، باعتبار أنه القوات الأمريكية اليوم في العراق هي قوات غير محتلة، يعني مو مثل ما كانت في السابق أنه قوة محتلة وهي أعلنت في مجلس الأمن بأنه محتلة بعد، يعني هذا أقصد بعد سقوط النظام مباشرة. اليوم هي قوة موجودة ضمن تحالف دولي بموافقة العراق، وحتى تصويت المجلس النواب على أنه القوات الأجنبية يجب أن تخرج من العراق، وعلى الحكومة العراقية جدولت هذا الأمر، هذا بخطوات دبلوماسية سارية المفعول. يعني طيب إذا سؤالي الأخير لك أستاذ نوري، وفق هذا المنطق أن هذه القوات الأمريكية تعمل مع الدولة وبوفق اتفاقيات مع الدولة العراقية، هل إذن يمكن أن تقوم هذه القوات الأمريكية باستهداف هذه الميليشيات بدعم من الدولة وعلى رأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟ طبعا هو شوف القضية وين، هذه الفصائل، خلينا نكون واضحين، هذه الفصائل هي جاية تستهدف القوات الأمريكية، وهم يقولون أنه القوات الأمريكية أصبحت الآن هي قوات محتلة، هم برأيهم طبعا قوات محتلة، لأنه ما جاية تعلن موقفها بشكل واضح عن وجودها بالعراق شنو. هم أيضا يتحدثون عن الدور الأمريكي في إسناد الحكومة العراقية وتحديدا الكاظمي، هم يتحدثون عن الدور الأمريكي حتى في نشوء داعش في على الأراضي العراقية، هذه كلها هم يتحدثون عنها بس ما يقدمون أدلة. يعني أحد النواب اللي مثل حركة العصاب يوم أمس يتحدث عن، يعني يتحدث عن أنه لدينا الأدلة، وإذا شركائنا في الوطن يريدون هذه الأدلة نقدمها، بأنه الأمريكان لديهم لهم دور في إرباك الوضع الأمني في العراق. طبعا المشكلة هي هنا، نشوف أكو مشكلة حقيقية بين أنه القوى الشيعية اليوم في البرلمان هي تريد جلاء القوات الأجنبية، القوى السياسية السنية والكردية الآن يعني لا تريد جلاء القوات الأمريكية الآن على الأقل، يتحدثون في هذا الظرف نحن بحاجة إلى قوات تساند القوات الأمنية العراقية، وهذا ناجم عن شنو؟ هذا ناجم عن عدم ثقة، هذا ناجم عن عدم ثقة هذه القوى السياسية ببعضها، لا القوى السياسية الكردية تثق بالقوى السياسية الشيعية والسنية، وكذلك الشيعية لا تثق بالقوى السياسية الكردية والسنية، والسنة كذلك. وهذا يجعل العراق مفتوحا على فصول أخرى من الأزمة السياسية العميقة. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والإعلامي العراقي نوري حمدان، كنت معنا من بغداد. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم، أترككم في أمان الله.